كشفت عارضة الأزياء التي قلدت ميلانيا ترامب بصورة جريئة في إعلان ألبوم موسيقي أنها تعرضت لتهديدات بالقتل بعد بثه على الإنترنت. وعبرت عارضة الأزياء ميلاني ماردن خلال استضافتها في أحد البرامج عن صدمتها من ردود فعل الناس العنيفة بعد إذاعة الإعلان. ولا تعتقد عارضة الأزياء أنها أهانت ميلانيا ترامب أو قللت من شأنها، وأكدت أن ظهورها في الإعلان لا يحمل أي نية لديها لتقديم أي رسائل سياسية.